السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نقول مصر ونقول المصروية يبقى لازم نقول الأكل المصري الأصيل بتاعنا. النهاردة مصروية جايالكم بوصفة في منتهى الجمال، وهي البصارة من الأكلات المصرية الأصيلة. هنشوف النهاردة طريقتي إيه وهتعملوها معايا، إن شاء الله تعجبكم جدا جدا. معايا ربع كيلو فول مدشوش، وأنا نقعاه، بحب أنقعه علشان أتخلص من السموم بتاعته اللي بتبقى موجودة فيه. هاخد مية من الكتل، طبعا معايا هنا كده الحلة على النار، مية يدوبك تغطي الفول. وكمان معايا ادي الفول المدشوش مغسول ومنقوع، ننقعه يعني فترة اقل حاجة 3-4 ساعات. هحط عليه بصلاية متوسطة متقطعة اربع، اي تقطيعة مش هتفرق، كده كده هيتفرم كله مع بعضه. وكمان فصين ثوم، واول ما يبدأ معانا في الغليان هنتبله. بعد ما الفول غلي بالشكل ده، احنا شايفين هنا طلع على الوش فيه رغاوي كده بيضة. الرغاوي البيضة دي انا بالراحة جدا كده في بولة باخدها بالمعلقة، باخد من على الوش كل الرغاوي دي بستبعدها خالص اهو بالشكل ده كده. بعد كده انا عندي العيدان بتاعت الخضرة، انا معايا ربع ربطة شبت وربع ربطة كزبرة وربع ربطة بقدونس. باخد العيدان الخضرة بتاعتهم، انا مش عايزة الورق، انا عايزة العيدان بس اهو بالشكل ده كده. وبرده باخد شوية ورق معايا في الفول. بعد ما بحط عيدان الخضرة بشوية من الورق كده صغيرين ابدأ اتبله. طبعا هنعمل حسابنا مش هنملح كتير علشان احنا لسه هنحط مكعب مرقة. وهاخد معلقة كمون ومعلقة كزبرة ناشفة ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونقلب ونسيبها على نار هادية علشان الفول يستوي كويس جدا مع التوابل دي بالشكل كده. انا هدي النار وهغطي الحلة، وهجيب نعمل التقلية بتاعت البصارة. هاخد هنا الطاسة معايا على النار، احط فيها الزيت، زيت عشان اقلي البصل. هنا معايا بصلة متوسطة او كبيرة، ما تكونش كبيرة قوي يعني، تكون مايلة انها تكون متوسطة. هنحطها، انا مقطعاها طبعا جوانح، هنحطها كده في الزيت ونسيبها لحد ما تاخد لون ذهبي، علشان طبعا البصلة بيبقى بنحط على الوش التقلية او البصل اللي هو المقرمش اللي زي بتاع الكشري. طبعا الفول لما يستوي في الخطوة الجاية هنسيبه لما يبرد خالص، علشان احنا هنضرب في الخلاط او بالهاند بلندر اللي عنده هاند بلندر. هنا كده بعد ما البصلة خدت لون ذهبي جميل، هبدأ على طول ارفعها صفيها كده من الزيت، وهنبدأ نرفعها على طول في الطبق اللي عليه مناديل كده. هنسيبه بقى دلوقتي كده في الهواء هينشف وهيقرمش وهيبقى في منتهى الجمال. هنا شايفين الفول معانا اتهرى خالص، واتهرس خالص على الاخر اهو بالشكل ده. هبدا بقى اعمل ايه؟ هبدا يا اما لو انا هضربه في الخلاط هسيبه يبرد، يا اما هنضربه بالهاند بلندر، وانا هنا معايا هاند بلندر. كده بالشكل ده. هاخد بقى معايا هنا مكعب مرقة، نقلب كويس. شايفين السمك بتاعها؟ طبعا احنا ممكن نتحكم فيه، لو عايزينه اخف شوية نزود شوية مية، لو عايزينه قليل احنا بنتحكم فيه من اول ما بنضيف المية على الفول اهو بالشكل ده. المكعب طبعا هيدوب هيديني التحديقة الحلوة. معايا كمان معلقة كمون. بعد ما غليت كده خلاص احنا عايزين غلوة واحدة. في الغلوة دي هاخد هنا نص كمية البصل معايا اللي احنا كنا محمرينه اهو بالشكل ده كده. طبعا ممكن البصل ده نهرسه كمان، وممكن نسيبه كده بيدي طعم جميل جدا. هي غلوة واحدة بس. اخر غلوة بحط معلقة كبيرة نعناع اخضر ناشف. شايفين بتغلي ازاي؟ انا عايزاها غلوة واحدة بس وهنطفي عليها. هطفي عليها بقى النار. هطفي النار واغطي واسيبها متغطية على مال ما نعمل التقلية بتاعتها. هنا نفس الطاسة اللي انا حمرت فيها البصل مكانها نفس الزيت، طبعا لو كان كتير بقلله شوية. ثوم مفروم ناعم، هنشم بقى احلى ريحة
للبصارة. انا عايزة التومة بس تصفر تاخد لون خفيف. اول ما التومة تصفر على طول هحط عليها الكزبرة الناشفة. ابدأ احط الكزبرة عشان تتحمص معاها. الريحة بتاعتها جميلة جدا طلعت على طول اهو. انا مش عايزة طبعا التومة تغمق ولا حاجة. هبدأ كده على طول اخد اطفي النار واخد طشة هنا. اخد الطشة بتاعت التومة بقى بصوا بقى الحركة الجميلة دي اجمل ريحة واجمل خطوة في الطبخة كلها. بسم الله ناخد كبشة من البصارة على الطاسة مكان التقلية عشان اخد كل النكهة اللي نزلت معايا مكان تحمير التوم والكزبرة. وكده نبدأ نغرف الطبق بتاعنا. بصوا القوام بقى بتاعها قوام في منتهى الجمال. طبعا هنحط عليه التقلية بس لما يهدى شوية عشان البصلة ما تطراش وتدنها مقرمشة. كده شوية تقلية كده على الوش من التومة اهو بالشكل ده. اول ما هيهدى شوية هبدأ احط عليه البصل المقرمش. بعد ما البصارة هديت معانا هنبدأ نزينها بالبصل اللي احنا كنا حمرناه. شايفين جماله بقى. هنبدأ كده نحط في النص شوية من البصل. كمان عندنا زهرة نعناع كده صغنونة اهو. ونقدم الطبق بألف هنا وشفا. اتمنى وصفة البصارة تكون عجبتكم. ان شاء الله لما تجربوها تقولولنا رأيكم في التعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك لبيدج الوصفة على الفيسبوك. وكمان تعملوا لايك للوصفة. وكمان تدخلوا على الويب سايت هتلاقوا كل المقادير مكتوبة والطريقة مكتوبة خطوة خطوة. لما تجربوها هتعجبكم بإذن الله. ما تنسوش دايما ان الوصفة عندنا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.